سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. ما الألم بزائل وما الحياة تتغنى بنغمة الأمل، خيبات أمل تتوارى ونحن بين دهاليز هذا الوطن الجريح نركض نحو المجهول. 21 عام جالس نحكي الحكايات بين ماض سيء وحاضر أسوأ ومستقبل أسود، وفي عقد الواحد بعد العشرون أعانق القلم وأستقبل أول هدية لي من نفرات ما أكتبه. من قال أن الكتابة بلا روح وهي دواء القلوب تعانق كل مجروح وتغفر لكل مخطئ وتتغاضى عن كل كلمات الجنون ولا تسألك حتى من تكون؟ وفي ليلة اكتمال البطل يظهر الغريب لينتشل محمداً من واقعه المشؤوم قبل 3 سنوات فقط، وفي أول محاولة لي للكتابة يظهر هو ويقول لا تخف أنا مستقبلك المحتوم. كان مشوه الوجه وينظر إلي وهو يبتسم، أنا أنت وهذا وجهك عندما لا تنظر في المرآة. كنت أراقبك من بعيد وأنتظر الفرصة لأعود. تعود؟ من تكون لتعود؟ أخبرتك مسبقا من أكون، أحقا تسأل؟ كنت لتسأل نفسك قبل أن تكون هنا في الزاوية وظلمة الليل الحالك تنتشي سجائرك مكتئب وقد تبقى من جثتك سوى أشلاء. كنت لتسأل نفسك عندئذ من أكون؟ أنا من أنقذتك يا بطل، بل الرب من أنقذني. الرب يعطيك فرصة أخرى للحياة ورسائل لتعود إليه في سجودك ويوقظ ضميرك الحي داخلك. وإذا سألتني من يكون ضميرك سأحسبك غبيا ككل الأوغاد الذين وصفوك بالفاشل. هي لسخرية القدر، ضميري يشتمني أيضا. حسنا لا يهم، محاولاتي التي نراها أنا وأنت والآخرون فاشلة، ترهات وكلمات متربطة مكتوبة على أوراق بيضاء مسطحة مملوءة بسطور سوداء مرسومة بشكل هندسي جميل. من يعلم، قد يكون شخص ما ينظر إليها كفن جميل يستحق القراءة والاستماع. أما الآن فغرب عن وجهي فأنا أحاول كتابة عن أشياء جميلة لليلة تعلم عليها أن تكون مميزة كالأيام السوداء التي نعيشها سويا. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. ما تركنا الوطن يوما لكنه تركنا، لا مستقبل مشرق هنا. نحاول التخلي عن فكرة الهجرة لكن الهجرة أبدا لن تتخلى عنا. مركب صغير يراقص أمواج البحر وأنت تعلم أنك وسط خط رفيع يفصل روحك بين الحياة والموت. تتراقص أمواج البحر كأنك تراقص الموتى في ليلة صاخبة والجميع ينتظرك أن تسقط نحو الأعماق. وها قد بدأ ثانية. لم نعيش نفس الطفولة، فكيف لمرحلة الشباب أن تجمعنا؟ شخص يؤمن أن لديه من المال ما يكفيه لبقية حياته ليس كشخص يحيا كل يوم بيومه. المال لا يشتري السعادة. أنت محق، المال لا يشتري السعادة لكن الكثير من المال يجعلك تعيش في جنة فوق الأرض. الفقر الحقيقي هو ما يمتلكه عقلك. أنت تحتقرني وهذا يعني أنك قد أحرقت حياتك كالنار في الهشيم تلتهم ما بقي من جسدك. الفرق الكبير بيننا عزيزي أنني أعيش حياتي بما أستطيع وأنت لا تستطيع أن توقف مشاعر الخيانة التي تقودك. أحاول بما يمكنني أن أغير ما بي، أصحح مكامن النقص وأحافظ على صفاء قلبي. كلنا خطاء، لا شخص ولد متعلما. آدم أكل تفاحة فحكم على نفسه بالطرد من الجنة لكنه صحح ما به وتاب إلى ربه وبإذنه سوف يعود. هذا ما يجعلني واثقا بربي ليخرجني من هذه الرتابة التي تتملك حياتي. علي تذكيرك عزيزي ككل مرة أنني أنا من أستحملك، أنا الوحيد الذي تلجأ إليه من بني البشر حينما تكون على حافة النهاية. حتى أنني لم أنسى أن اليوم عيد ميلادك، سنحتفل سويا بنشوة الانتصار في زاوية مكتبك المهترئ وسأذكرك أنك في الطريق الصحيح نحو النجاح.
لا تكترث أبدا لتراهة بني جنسك. ميلادا مجيدا لك عزيزي، ميلادا مجيدا لك. أما الآن فعليك أن تضمني إلى صدرك لأعود إلى مكاني داخلك. أدخل ولا تخرج أبدا أرجوك. ألف، الله وحده من يعلم. لام، لن تعود. غين، غرباء عن هذا الوطن. راء، راقبني من بعيد. ياء، ياء المخاطبة لا تغري الكتاب. باء، باب التوبة مفتوح. الغريب